قلت اليوم فين رقاب؟ رقبته بالدكان يا فقي. بالدكان، يلا تمام. لا مش تمام يا فقي. مالك؟ فارس؟ ما معك؟ أجيت أقول لك يا فقي وأنبهك، أوبه حسك عينك مرة ثانية، رسل لي واحد من شقاتك لعند والله باقي بأقله. بطل حركاتك معي أنا. ما هذا الخبر اللي تقوله؟ اللي سمعته. أنا داري إنك تشتري البصائر اللي عندي علشان تثبت به إنك ما نهبت حق أبي، لكن هذا بعدك. أنا ما ناش نهاب. نهاب وستين نهاب. بعدها يا ريت تخرج من جلبابة الفقيه اللي لابس له وتضحك فيه بيه على نفسك وعلى الناس. الفقيه عندنا صاحب خلق ودين، وانت لا خلق ولا دين. طارش قم اقزع قم اخرج يا بلطقي. يلا انا شمشي يا فقيه، بس احذرك اوبه تلعب مع طارش، اوبه يا نعمان. خرج خرجت نفسك يا بلطقي. شيل حرام لا اقرب للقراش. اخرج خرجت نفسك. ايش الخبر اللي يقوله طارش؟ ما يقصد يا فقي. قل انا امس بالليل صرحت عنده ولما خرجت انت من البيت وكان معي الشنطه رحت عند رقود.